إذن مشاهدينا، كان هناك أداء متواضع على مستوى النمو للمصارف الكويتية في الربع الثاني وأيضا في النصف الأول. النصف الأول الأرباح المجمعة كانت قد تطورت بارتفاع بحدود 1%. ننتقل بداية إلى القطاع في هذا في الربع الثاني من 2016. مستويات النمو إذن اقتصرت على 4%، ووصلنا إلى مبلغ 182 مليون دينار كويتي، بعد أن كنا أقل من ذلك في الفترة المقابلة ب 175 مليون دينار. على مستوى النصف جاءت إذن هذه الأرقام المتواضعة، مستوى النمو اقتصر فقط على 1% في النصف الأول من 2016. لكن كيفية توزع هذه الأرباح؟ يبدو أن حصة البنك الوطني الكويتي هي التي تتفوق على كل الأرباح بالنسبة للمصارف المتبقية، هو يستحوذ على 42% من حصة الأرباح، إضافة لبيت التمويل الكويتي الذي يستحوذ على 19%، برقان على 11%، وأقل من ذلك بالنسبة للشركات الأخرى منها الأهلي المتحد بحدود 7% والخليج بحدود 6%، المتبقي طبعا بحدود 10% لبقية المصارف. المؤثرات على القطاع المصرفي في النصف الأول من هذا العام بطبيعة الأحوال كانت الإيرادات، إيرادات الفوائد يبدو أنها أعطت هذا الزخم، وهي التي ساهمت بحد كبير في هذه الأرباح، وإيرادات الفوائد ساهمت ب 12%. على مستوى العملات كانت مساهمتها في هذه الأرباح على بحدود 5%، لكن على مستوى أرباح تحويل العملات باعتبار كانت هناك فروق واضحة للتذبذبات في سوق العملات العالمية، لم يعطي هذا البند الكثير من الأداء الإيجابي، بالعكس كان هناك تراجع في هذا الأداء بالفترة المقابلة، التراجع كان بحدود 14%. حتى على مستوى عوائد الاستثمار، وهذا نراه بالنسبة للكثير من المصارف العالمية، عوائد الاستثمارات سجلت تراجعات ب 22%، وأيضا في المقابل إلى حد ما المخصصات، بند المخصصات سجل تراجع ب 1.5%، وهذا طبعا يصب في مصلحة القطاع المصرفي، دائما عندما تتقلص محفظة المخصصات هذا يعطي طبعا ارتياح أكثر للمصارف. بالنسبة لأصول المصارف الكويتية، تطور إيجابي، ارتفاع في مستويات الأصول بحدود 3%. القروض أيضا، محفظة الاقتراض بالنسبة للمصارف الكويتية سجلت ارتفاعات، ورأيناها إذن تذهب إلى منطقة 38 مليار و800 مليون دينار كويتي. على مستوى الودائع أيضا هناك ارتفاعات تقريبا بنسب متقاربة ما بين الودائع، لكن الودائع كانت أقل من الاقتراض. المستوى التطور في ودائع القطاع المصرفي وصلت إلى حدود 4%، وذهبنا إلى 47 مليار دينار كويتي. لكن ماذا عن مستوى نسبة الإقراض؟ يبدو أنه أيضا تطور في النصف الأول من هذا العام إلى حدود 82%، بعد أن كان بحدود 81%. كما رأينا هناك توسع في الإقراض على حساب الودائع، يعني نسبة النمو في الإقراض أكثر من الودائع. إذن وكما ذكرنا في السابق فيما يتعلق بأصول القطاع المصارف الكويتية والتي سجلت ارتفاعات، لماذا إذن تنعدم سيناريوهات الاندماج في المصارف الكويتية كما يحدث في أسواق جارة وعلى رأسها القطاع المصرفي الإماراتي؟ يبدو أن هناك عوامل محلية واضحة في السوق الكويتية، أهمها الملكية العائلية التي فيما يبدو لا تذهب كثيرا إلى عملية اندماج مع مصارف أخرى، تشبع السوق باعتبار أن السوق الكويتية المحلية هي سوق صغيرة، ولكنها تذهب أيضا فيما يتعلق بالذهاب إلى الخارج في فتح أفرع في الخارج باعتبار أن هناك تشبع في السوق في هذا الأمر، وأيضا صغر سوق الائتمان، لهذا يمنع عمليات الاندماج والاستحواذ وضعف المشاريع، وخصوصا في هذه الفترة مع ضعف المشاريع والإنفاق الحكومي لا يبدو أنه ستكون هناك مرحلة من الاندماجات والاستحواذات في هذا القطاع تأثرا بمعظم هذه العوامل.